باخذ هسه من هيك سمي بسم الله وبنكوي فوق المبرومه. افضل طريقه مبرومه في البيت راح تاكلها بحياتك، يقربوا لعندي وشوفوا هالشوفه. هالفستق الحلبي هاد شايفين هالزرافه هاي وهاللون، هذا بنقول عليه ما وردي. في ناس كثير سالتني عن اكله واليوم راح اسوي لكم اياها بهالفستق، بس بالبدايه لازم ننقي الفستق الحلبي من كل شيء. هذا الوجه وهذا الأفا بعمله بهالشكل هاد. مو منعد الفستق مننقيه، يعني منشيل هيك كم فستقة منطلع فيهم كلهم كاملات بنحطهم على طرف على هذا ومثله. ما بصير تكون ولا فستقة مثل ما بيقولوا نحن عليها عجوز، أو ولا حبة وسخ فيه تكون أو حجرة أو هيك شيء، بس هاي الفستقة كمان منطلع في قلبها شو هي، نكسرها نتأكد منها. نظامية منعيفها على طرف على هذا ومثله. الفستق لازم يتنقى بشكل جيد حتى آخر شيء نعملكم الأكلة اللي بتحبوها كلياتكم. هالمرحلة يا حبايب كتير مهمة، كل حدا بده يعمل مبرومة لازم ينقي الفستق بشكل جيد جدا لحتى يضمن ما يضل فيها شيء ابدا، لا فست اي عجوز ولا فست اي فوشة ولا حجرة ولا بعصة، لأن إذا طلعت بتم زبون مصيبة. شايفين هالفستق هاي؟ هلا بينتقل لتتبيله. تبلة الفستق اللي بنشتغلها نحن هي قطر، عيار القطر اللي عندي كيلو سكر و400 جرام مي، عيار بقلاوة يعني، وعندي سكر. التتبيلة حسب ما انتو تشوفوا، يعني هلا هاي بدي احط لها هيك شوية قطر، معلقة تقريبا، ولوشو كلياته مع بعضه بحيث لا يدبق تمام، وبنفس الوقت يضل انه متماسك مع بعضه شوي صغيرة. طبعا ما بدي كتر له لان هذا كمان الحكي بيأذيني، بيأذينا على اللف يعني. مثل ما شايفين اتدبق القطر كلياته بنفس الوقت، عفوا اتدبق الفستق كلياته وبنفس الوقت لساعته انفرفد. هلا برش رشة سكر مشان يعزل عن بعضه، رشة خفيفة. هيك التبلة الفستق كلياته تتبل، شايفين؟ بالنسبة للكنافة نحن بنشتغل بهي الكنافة تجينا من المعامل غير الكنافة المجمدة، هي الكنافة كتير الشغل فيها سهل، طبعا أسهل من المعامل بكتير. أول ما بناخد الحبل بهالشكل بنحاول نفركه لحتى نفرفده عن بعضه تمام؟ وبعد ما فرفدناه عن بعضه نمسكه من هالشكل هاد من هون وبنحطه هيك. طبعا نحن بنقدر حسب طول الصينية عنا، أنا في عندي هالصينية الصغيرة هاي، راح أعمل الحبل بشكل طولي، راح تشوفوا أنتوا كيف راح أحطه. بس أفضل قياس هو حبل حبل، يعني لا تسمكوا الكنافة. بنفردها بهالشكل هاد تمام، بنبخها شوية مي وبنقطع نهاية الحبل من هون. أكدوا على ايدي كيف نقطع، بنلفه هيك لفة وبنقطع هيك، صار عندنا الحبل النظامي. وهذا اللي طلع عنا بنحط فيه، بنحطه بقلب الحبل مشان ما يطلع فراغات بقلب المبرومة. طبعا فيكن تخففوا الكنافة أكتر أو فيكن تكتروها أكتر حسب ما انتو بتحبوا، يعني حسب رغبتكم وحسب اللي بدكم تبيعوها، يعني كل واحد حسب ما بده يبيع بمحله. شايفين كيف طلعت معي؟ كمان بخف مي بهالشكل، هيك صارت عندي جاهزة. هلا بناخد الفستق الحلبي اللي تبناه، بناخد منه كمية وبنحطه كمان بهالشكل هذا. بحاول احط الفستق كله بالوسط بهالشكل الظريف هاد. هو اول حبل دائم الدوم بيعذبكم، بس اخذت ايدكم بصير الموضوع سهل. يعني ستات البيوت الموضوع ماله صعب، فانا اليوم حبيت اعملكم اياها بالفرن كمان، ما راح اشوي لكم اياها على الغاز مشان تعرفوا انه المبرومه على الغاز او على الفرن بتشتغل معكم. وعلى ما اعتقد هاي اول مره راح تشوفوا مبرومه بالفرن وعلى اصولها كمان. خلصنا، شايفين شلون؟ هلا يا حبايب القلب كيف بنلف؟ نحن بنلف بهالطريقه هاي تمام. شوفوا هاي القفله، قفلناها سكرناها وبناخذها هيك وبنلف. ان شاء الله يكون واضح عليكم التصوير. واخر شيء كمان بنسكرها هيك بهالشكل وبنختمها وبنحاول نرص الحبل. هلا اغلب الشباب والصبايا ما بيرصوه، بس نحن بطريقتنا بنرصه وندقه كمان مشان ينزل بين بعضه يعني. شايفين هذا الحبل صار هيك عندي جاهز، وهي الصينيه بنحطه في قلبه. بس هيك رصه كمان تماما، هذا هو الحبل.
طلع معانا طويل شوي، نرجع بنصغره. دايما اول حبل بياخد يعني ترتيب بما نعرف العيار بشكل جيد. هي رصينا كمان، هي صار ينزل هلا، شايفينه يا حبايب؟ هاي حبل المبرومة. رح نعمل واحد تاني وفرجيكم كيف رح يطلع معنا. وهي حبل تاني كمان نفس الطريقة، بنحاول نفرفد الكنافة مثل ما حكينا، وهي ما شاء الله عليها كنافة يعني كتير رائعة. هي موجودة باسطنبول يعني، بقى ما بعرف غير بلدان شو الكنافة الموجودة. نفس الترتيب يا حبايب، بنحاول الرستقة. عرفنا قياس الحبل، شفنا هذا طلع طويل شوي، شو بنساوي هلا في الحالة؟ بنقصره لحتى يطلع معنا المقاس نفسه وما نرجع نكرب الحبل مرة تانية. وهي بخمة مي كمان. طبعا في أخف من هيك لسا، يعني فيكن تخففوا الكنافة أكتر فبتصير تقيلة، يعني مثل ما بيقولوا عليها قشرة. طبعا هي بتكون سعرها شوي غالي، بس كمان هي مناسبة جدا لستات البيوت وحتى المحلات الوسطية. مثل ما كنتم ملاحظين هي صار الحبل جاهز. رح ناخذ فستق. انا معير ايدي تقريبا 300 جرام او 300 او 250 هيك شيء تقريبا. هلا بيسالوني ليش بتحطوا انتو للفستق الحلبي سكر؟ الصراحه نحن هيك تعلمنا، يعني السبب الرئيسي هو نحن اول شغله هيك تعلمنا، والشغله الثانيه بيرص الحبل على بعضه وما بفرط، وبنفس الوقت بيحمي الفستق من الحرق، يعني بياخد معنا وقت بالفرن بدون ما يحترق. مرست الفستق مثل ما يكون شايفين بهالشكل كله، شايفين؟ هلا رح ننتقل لللف، رح نبعدلن هي لهون مشان تكون واضحة. أنا في عندي حركة بحطها على إيدي، هي النشا، دايما بدون بحطها جنبي مشان ما يطلع بإيدي قطر. ونفس الحركة يا حبايب، شايفينها؟ قفلة، وبنرجع نعمل طوية تاني هيك، وبناخد الفستق. وبنحاول يكون هذا الحرف على حرف الكنافة مشان ما يطلع لنا الكنافة عض. بين عليكم، شايفين كيف بحط ايدي هيك؟ اتمنى يكون الشرح واضح. واخر شيء بنسكرها هيك. تعي انت. مثل ما قلت لكم اول حبل بيعذبكم بس بعدين بتاخذ ايدكم. يعني عاشر حبل كني ما بعرف انه بينجح معكم، بس موضوع مو صعب، مي كيمياء يعني. انا بدق الحبل مثل ما كنتم ملاحظين. هذا هو. كمان راح اقربه شوي. شايفين هلا انزل محله. يعني اكبره بشوي صغيره بس ماشي الحال. الحبل الثاني. رح اخلص الكمية كلها وارجع لكم. وهي اخر حبل كمان. طلعوا عندي 5 حبال. بس الصراحة الفستق ما كفى فاضطريت احط فستق كمان. يعني اخذوا تقريبا عندي 800 جرام فستق حلبي. شايفينهم؟ هيك الحبال صاروا جاهزات. هلا بدي انتقل لمرحلة الشوي. شايفينهم؟ هدول هني. وهي الكنافة اللي زادت عندي. هي فيكم تستخدموها للكنافة لأم النارين للمغشوشة، يعني ما بتنكب، هي كلها على حالها لسا. هلا رح ننتقل للمرحلة الثانية. هلا ننتقل للشوي. في عندي هون تقريبا 1.5 كيلو سمنة. هي الطريقة رح تستخدموها في بيوتكم وحتى في المحلات رح تاخذوا نجاح باهر اللي ما عنده وجاءات. رح نحمي السمنة وبعد منها نكويها فوق المبرومة، خليكم معي خطوة بخطوة. هلا مشغل الفرن لحتى يحمى كمان. أول شغلة لازم تحمى السمنة وتغلي. يعني هلا انا بدي اقوي عليها النار هيك لحتى تدوب السمنه بشكل كامل وتصير في عندها مرحله الغليان، وبعد منها باشر مرحله القلي. واذا لاحظتوا لهلا ما جهزت القطر تبع المبرومه، كمان بعد ما حطها بالفرن بجهز قطر المبرومه، يعني لازم يكون حار جدا. بعد ما حمت السمنه على النار هلا بدي اكويها فوق المبرومه. هي الطريقه اللي بشتغل فيها من وقت ما كان محلي بحلب الصراحه، وبلاقيها طريقه ناجحه وبالفرن وما بدها كتير تعب، يعني صراحه حتى في البيت تحسن تشتغلوها. هلا رح نكويها وفرجيكم كيف الطريقه. شوفوا السمنه عندي هون صارت تغلي، طبعا هاي الحركة بنعرفها إذا عم تغلي ولا لا. رشة مي خفيفة، معناتها السمنة عندي صارت نار. باخذ هالسمنة هيك، سمي بسم الله، وبنكوي فوق المبرومة. هاي مرحلة الشوي. طبعا في كتير ناس ما بيشتغلوا في الطريقة، في عندهم بيكون حوض للقلي،
بس انا بشوف انه هاي الطريقه اللي ما عنده حوض وما عنده قلايات مبرومه رائعه جدا. لاحظوا كيف مباشره صار تاخذ لون، والفرن بالطرف الثاني عندي حامي. هاي هي يا حبايب، بنضل منفضي سمنه لحتى تنغبر كلياتها بهالشكل. ومباشره لوين؟ على الفرن قبل ما تبرد، لان السمنه ما بصير تبرد. نسميه بسم الله وبنحطها بالارضيه. انا هون مشغل الفرن بس من تحت، هلا راح سكره، حرارته فوق ال 200 وراح شغل كل الفرن لحتى تاخذ لون سريع وما يلتدع الفستق معي. وهي السمنه حاشتها ما بالها داعي. هلا راح ننتقل لتجهيز القطر. من وقت ما بنحط المبرومه بالفرن بنحط القطر على النار. وفي عندي هون كيلو سكر راح فضيه، وفضي فوق منه كاسة ونص مي، يعني ما يقارب 250 جرام مي تماما، وتحريكة خفيفة عشان ما يعلق بالحراف ولا يكرمل معنا، بس تحريكة خفيفة. إذا لاحظتوا معي مباشرة وقت ما حطيت المبرومة بالفرن حطيت القطر. شو السبب؟ لأني القطر بدي إياه سخن وما بدي إياه سخنه مرة تانية، فلذلك بجهز القطر بينما تسوي المبرومة. فيكم تجهزوها بالوقت بس أنا هيك متعود الصراحة. شوفوا حبايب قلبي القطر صار يغلي. هلا في عندي هون تقريبا رشة ملح ليمون، بنقول عليه ليمون دوزو أو شبة، راح ننزلها نتركه لحتى يغلي مع بعضه ونغطيه. وهلا راح ننتقل للمبرومة، راح فرجيكم شغلة كتير مهمة في المبرومة اللي بالفرن. لازم أول شغلة نسحبها ونقلبها، لأن هي بتاخذ وجه من طرف وبيضل الطرف بلا قلبان، يعني بلا استواء. شايفين هذا الطرف كيف مستوي فوقاني؟ هلا رح صفي السمنة عنا وقلبها على غير صاج، بنرجع نقلبها مشان يستوي القفا، لأن الفرن ما بيعطي حرارة من تحت مثل الوجاء، فلذلك هاي الطريقة كتير هيك سهلة يعني، وكتير مهمة الحركة هاي. شايفين صفينا السمنة كلها، وهلا الصاج يكون نفس القياس بنحطه عليها هيك، وبنقول بسم الله الرحمن الرحيم وبنقلبه. طبعا انا هيك بقلب متعود، فانتوا انتبهوا لا تحرقوا حالكم. شوفوا لي اللون من الطرف الثاني، فهمتوا علي اللي عم بحكي؟ شوفوا هذا هون ما اخذ لون. انا هون السمنه عندي عم تغلي كمان نفس الطريقه، وفضي يعني مشان ترجع تاخذ لون سريع. طبعا السمنة اللي حطيتها كلياتها بترجع يعني ما في شيء منها بينكب. رح نرجع نضيف السمنة اللي حطيناها كمان اللي اخذناها. وهلا بنرجعها الفرن يا حبايب. بسم الله من الفوق يعني الوجه ياخذ لون بقى، وبتكون عندي جاهزة. وفي عندي بالطرف الثاني القطر، رح نكشف عليه ونشوف كيف صار. يعني لسه ما شد، انا بدي اضمن انه حبيبات السكر كلها تدوب بشكل جيد جدا. وبناخذ نقطه هيك ونفحصها هون، نقطيه مثل ما بيقولوا، بس يبرد ببين معنا. يا حبايب شوفوا المبرومه كيف صارت، سمي بسم الله ومطالعه من الفرن. شايفين هاللون هذا؟ هلا مباشره بنفضيها من السمنه بهالشكل هذا. لا تحرقوا ايديكم. طبعا هاي السمنة اللي عم نصفيها كلياتها بنرجع بنستفيد منها، يعني ما في شيء بينكب. يعني بتاخذ هي كمية سمنة كبيرة في القلي. وحصرا سمن نباتي، وكل حدا بيقول لكم مقلية بسمن حيواني، هلا رح فرجيكم كيف رح نحط السمن الحيواني أو العربي. طبعا بدي إياها تصفي على الأخير. وهلا بدي فرجيكم الحركة السحرية للطعم الطيبة. هذا سمن عربي بنفضيه بهالشكل هذا. وهون بتصير طعمة المبرومة على الأول. بنعيفها في قلبها شوي. يا ويلي على الروايح، يا ويلي. وبنرجع بنصفيها. عرفتوا ليش السمنة نرجع نشتغل فيها مرة تانية بتطلع طيبة؟ لأني بتكون خلطة حيواني أو عربي. بدي إياها تصفي السمنة على الأخير لحتى أحط القطر عليها. نسمي بسم الله ونصير نسقيها في القطر هذا.
بدي اياها تشرب قطر، وبعدين بدي انقعها في القطر لمدة نص ساعة لحتى تشرب، وبعدين صفيها لان القطر بيكون سخن وهي السخنة ما بيمسك فيها، فلذلك بدي اتركها فترة منيحة فيه لحتى مثل ما بيقولوا يشرب القطر. شايفين؟ طبعا انا جهزت قطر مرة تانية لان قطر الكيلو ما كفاني، وكمان هذا القطر بزيد يعني القطر كله كمان بيرجع بتستفيدوا منه. وهلا بضغطون هيك لتحت بخليهم يشربوا، وبعد نص ساعة راح صفيهم وفرجيكم كيف راح يطلعوا. بعد تقريبا 25 نص ساعة هلا بدي اطالعهم وحطهم على المصفاية مثل ما انكم شايفين، هذا الوجه وهذا الأفا بعمله بهالشكل هذا. طبعا هون بدنا نحكي عن عيار القطر، انا هون حاطهم هيك عشان ما احرق ايدي. عيار القطر حسب البلد اللي انتم عم تشتغلوا فيها، يعني في بلدان بتاخذ عيار قطر اخف لانه بيكون الجو بارد. شايفين معي شلون بطالع كل حبله بحبله؟ بدي اياهم يصفوا من القطر نهائيا لحتى يبردوا، وبعدين لحتى احسن اقطعهم وضيفكم منهم وفرجيكم القوام من جوا كيف طلع. بس ملاحظين كيف عم بقلبهم بهالشكل؟ وهي اخر حبل بحاول اقلبه في القطر عشان يقلب القطر كلياته على قلبه ويفضي. كمان بعد ما يبردوا راح فرجيكم قلب الفستق كيف طلع معنا. بعد تقريبا ساعة او لحتى تبرد المبرومة شوفوا كيف طلعت معنا. شايفين؟ طبعا هون كلها تتغلفت بالقطر تغليف كامل. الخمس حبال هلا راح ناخذ حبل ونكسره ونفرجيكم الفستق شو لونه من جوا. راح نسمي بسم الله ونقول له روح. وهون عنا سر المصلحة، شوفوا لي هاللون الفستق الحلبي هذا. شوفوا لي هالشوفة يا حبايب. طبعا وقت بنكون بالمحلات بيطلع معنا لسه أظرف من هيك، بس هي في البيت. وهي المبرومة صارت جاهزة، راح نكسر لكم حبلين تانيات كمان لحتى تشوفوا انه كلياتهم نفس الترتيبة. شايفين؟ طبعا المشار كل ما كان حد كل ما كان أسهل. كسرة كمان عشان تشوفوا كيف هي. شايفين؟ بنحاول نفرمها حتى تشوفوها. لهون بنقلكم فيديو المبرومة صار جاهز، بتمنى ينال اعجابكم. كان معكم الشيف ابو ضياء الدسوقي، وهذا اللايك كتير اساسي، ولا تنسونا من صالح دعائكم، واي ملاحظة بدكم اياها اكتبوا لي في التعليقات.